ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. دكتور سيد، بعد التحية، كيف تقيم هذا الدور المصري والحضور المصري إقليميا في مساعدة الأشقاء في هذه الأزمة الإنسانية؟ في الواقع أن التحرك السريع لمصر في أزمة درنا وهذا الإعصار والكارثة المأساوية جسد حقيقة معاني كثيرة ودلالات مهمة. جسد أولا دور مصر كساند وداعم للأشقاء العرب في كل التحديات وفي كل المحن. كانت مصر دائما من الأوائل الذين يتحركون في سرعة ودعم الأشقاء، خاصة في ليبيا كما تجسد في الكارثة الأخيرة. النقطة الثانية هي أيضا جسدت الجاهزية والقدرات المصرية العالية، خاصة للقوات المسلحة المصرية التي تحركت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي وأظهرت للعالم كله نوع من الإبهار حقيقة في التحرك في ظروف بيئية صعبة، في ظل الدمار الكبير لمنطقة درنا وفي ظل التضاريس الوعرة. برزت الدور المصري والإغاثة المصرية سواء في بعدها البحري أو الجوي أو البري، وأظهرت القوات المسلحة المصرية حقيقة يعني مهارة وإبهار كبير حقيقة، يعني أشاد به كثير من المراقبين في العالم. في ظل هذه الظروف كان للدور المصري مهمة سواء في مساعدة والناجين من تحت الأنقاض أو انتشال الجثث سواء في الأنقاض البرية أو في البحر أو في أمام درنا. وظهرت القدرات المصرية أيضا المسترال والحملة الطائرات جمال عبد الناصر لعبت دورا محوريا حقيقة، وأظهرت كيف أن القوات المسلحة كيف كما أنها محترفة في الجانب العسكري أيضا لديها القدرات والمهارات العالية في الجانب الإنساني بشكل متكامل متناغم، من تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثات والغذائية والطبية، فرق المهارات العالية في التعامل مع المصابين، ايضا فيما يتعلق بانتشال الجثث، فيما يتعلق بتقديم اوجه الدعم، فتح الممرات، فتح الطرق، كلها بتعكس حقيقه هذا الاحترافيه العاليه والجاهزيه دائما للقدرات المصريه، وهذا بيعكس حقيقه قدره مصر كدوله رائده، كدوله مهمه لها دور مهم، اضافه طبعا الى الدعم السياسي والدعم الاقتصادي للاشقاء في ليبيا وكل الاشقاء. هنا يبرز الدعم الإنساني ورأيناه في المغرب، رأيناه في السودان من قبل، في لبنان، في سوريا. صحيح، مصر دائما يعني لا تألو جهدا في تقديم يد العون لأشقائها. دكتور، المساعدات المصرية لم تقتصر فقط على البحث والإنقاذ ولا حتى على المعدات الطبية، لكنها امتدت أيضا لتقديم الدعم النفسي للمصابين وتأهيل المصابين من يعني للخروج من هول هذه الكارثة الإنسانية، بالإضافة بالطبع لتقديم حصص غذائية. كما ذكرت هي يعني جهود متكاملة متنوعة في أكثر من اتجاه. بالطبع هذه نقطة مهمة حقيقة، لأن الدور المصري ليس فقط تقديم الدعم الإنساني أو الإغاثي، ولكن هي منظومة شاملة تقوم على إعادة الإعمار، على إعادة تأهيل المدينة، على التأهيل النفسي في ظل هذه الكارثة المروعة حقيقة والتي ربما لم تشهدها ليبيا منذ أكثر من قرن من العالم. عندما نتابع حقيقة شهادات الليبيين وكيف أن في هذه الأجواء الصعبة حقيقة وهذا الحدث المروع كيف تحركت القدرات المصرية المختلفة، المؤسسات والقوات المسلحة المصرية في نوع من التناغم، نوع من الاحترافية العالية في التعامل مع هذا التحدي. ولذلك كان مصر كأول دولة حقيقة تحركت لإنقاذ الأخوة والأشقاء في ليبيا، أيضا تحركت فيما يتعلق بجهود كبيرة في انتشال الكثير من الجثث في أعماق البحر وإعادتهم والتعرف عليهم، وهنا الدور أيضا الطب الشرعي المصري. يعني هناك جهود متكاملة وجهود مختلفة هي بتعكس حقيقة هذا الاحترافية والدور الإنساني للسياسة الخارجية المصرية خاصة تجاه الأشقاء والأصدقاء. وقد برز هذا حقيقة هذا الدور حتى الآن مستمر حتى يتم الانتهاء من كل احتواء كل تداعيات هذه الكارثة سواء بعدها الإنساني أو فيما يتعلق بإعادة الإعمار أو بإعادة الأهالي إلى المدينة وتأهيل المنطقة. يعني دور مصر بارز في منطقة الجبل الأخضر بشكل عام ومنطقة درنا بشكل خاص، وهو ما كان حقيقة محل تقدير وربما إعجاب وانبهار من الأشقاء في ليبيا لهذا التحرك المصري السريع، لهذه الاحترافية، لهذا الدور المهم بكل أبعاده الإنسانية والإغاثية. دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.